فلسطين عربية. والحكم معه قضية. فلسطين عربية. وكلنا في القضية. نخرج في هذه المسيرة الأسبوعية من أجل مناصرة إخواننا في قطاع غزة المحاصر الذي يمارس فيه العدو الصهيوني كل أنواع الجرائم والإبادات الجماعية والمجازر الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وفي حق إخواننا في قطاع غزة. نحن اليوم في محافظة تعز خرجنا للتنديد بالجرائم الذي يرتكبها الاحتلال الكيان الصهيوني الغاصب ضد أبناء غزة وأطفال غزة. نحن مستمرون في التظاهرات لنصرة أخواننا في غزة، ولن نمل ولن نكل، لأن قضية غزة ليست قضية غزة فقط، بل قضية الأمة العربية الإسلامية. دولة الاحتلال انتهكت كل المواثيق الدولية التي توجب عليها حماية السكان المدنيين، حتى وصلت إلى الحد الذي ارتكبت فيه جريمة إبادة جماعية بجعل قطاع غزة غير قابل للحياة. ضربت البنى التحتية من مياه وشبكات صرف صحي، منعت الغذاء، منعت الدواء، منعت كل سبل الحياة التي يمكن أن تجعل قطاع غزة صالحا للحياة، دفعا منها للتهجير القسري وجعل قطاع غزة منطقة طاردة للسكان. لازمنا وسنظل مع القضية الفلسطينية ومع إخواننا في غزة حتى توقف العدوان الظالم والقهر على والإبادة الجماعية التي تتكلمها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة.